بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد اللقاء بكم في الفيديو السادس من مادة لغتي اللغة العربية، المدرسة العالمية الباكستانية بالطائف، طلاب الصف الخامس الابتدائي، بنين وبنات. نبدأ درسنا لهذا اليوم. اليوم نبدأ من صفحة 65، نبدأ الدرس. الوظيفة النحوية: رفع المبتدأ والخبر بالعلامات الفرعية. الصدق منجاة، هنا جملة اسمية عشان بدأت باسم. الصدق اسم جاء في بداية الكلام فهو مبتدأ. الصدق جاء في بداية الجملة، نسميه مبتدأ لأن الجملة ابتدأت به. منجاة الكلمة التي أتمت الفائدة فهي خبر. الكلمة التي تيجي بعد المبتدأ نسميه خبر، يعني هي اللي أتمت الجملة، عرفنا معنى الجملة بسبب الخبر. المبتدأ والخبر دائما مرفوعان على طول، المبتدأ مرفوع كمان الخبر مرفوع، وعلامة رفعهما في الجملة السابقة الضمة. الجملة اللي قريناها الصدق منجاة، هنا علامة رفع المبتدأ الضمة وعلامة رفع الخبر الضمة، وهي علامة الرفع الأصلية. الضمة من علامات الرفع الأصلية. أوكي؟ أثبت تعلم السابق في ضوء خبرتي السابقة عن المبتدأ والخبر. أكمل الجدول الآتي لأحدد نوع المبتدأ والخبر مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، علامة رفعهما الأصلية. طيب الأمثلة: كتاب الله النور، هنا المبتدأ كتاب نوعه مفرد، الخبر نور إيش نوعه كمان مفرد، علامة الرفع الضمة. الأعمال الصالحة موجبة للأجر، المبتدأ الأعمال نوعه جمع تكسير. كيف عرفنا أنه جمع تكسير؟ لا في الأخير لا واو نون ولا يا ونون ولا ألف وتاء، وكمان جمع يعني أكثر من اثنين. الخبر موجبة، إيش نوعه؟ مفرد، إيش علامة الرفع؟ كمان الضمة. المثال الثالث: الدرجات الرفيعة غاية المؤمن، إيش المبتدأ؟ الدرجات، إيش نوعه؟ جمع مؤنث سالم، إيش جرانا؟ عشان في الأخير في ألف وتاء وكمان أكثر من اثنين. الخبر غاية، نوعه مفرد، علامة رفع الضمة. إيش نستنتج من الجدول؟ علامة رفع المبتدأ والخبر الضمة إذا كانا ثلاث أشياء: مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، يكون علامة الرفع الضمة، وكمان يكون علامة الخبر الضمة في ثلاث حالات. إذا كانت يعني إذا كان المبتدأ والخبر مفرد يكون العلامة علامة الرفع الضمة، إذا كان المبتدأ والخبر جمع تكسير يكون علامة رفع الضمة، إذا كان المبتدأ والخبر جمع مؤنث سالم كمان علامة الرفع يكون الضمة. الضمة من علامات الرفع الأصلية. الصفحة اللي بعده، صفحة 66، أبني تعلمي الجديد. 1. أكمل الجدول الآتي على غرار المثال الأول ليستنتج علامة رفع المبتدأ والخبر. عندنا الجمل الاسمية: الوالدان حنونان على الأبناء، المبتدأ هنا الوالدان، الخبر حنونان، نوعهما مثنى يعني اثنان مثنى، علامة رفع الألف. طيب المثال الثاني: الفتاتان محبتان لعمل الخير، المبتدأ الفتاتان، الخبر محبتان، نوعهما مثنى، علامة رفع الألف. الجملة الثالثة أو المثال الثالث عندنا: الخصمان حاضران أمام الخليفة، المبتدأ الخصمان، الخبر حاضران، نوعهما مثنى، علامة رفع الألف. إيش نستنتج؟ أستنتج علامة رفع المبتدأ والخبر الألف إذا كان مثنى. إذا كان المبتدأ والخبر مثنى فإن علامة رفعهما الألف. 2. أكمل الجدول الآتي على غرار المثال الأول ليستنتج علامة رفع المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية عندنا أول جملة: الحاضرون في مجلس الخليفة مبهورون، المبتدأ الحاضرون، الخبر مبهورون، نوعهما جمع مذكر سالم، إيش درانا في الأخير واو نون كمان أكثر من اثنين، علامة رفع الواو.
المؤمنون مخلصون، المبتدأ المؤمنون، الخبر مخلصون، نوعهما جمع مذكر سالم، علامة رفع الواو. يا سلام، المثال الثالث، الظانون بإخوانهم سوءا آثمون، المبتدأ الظانون، الخبر آثمون، نوعهما جمع مذكر سالم، علامة رفع الواو. إيش نستنتج هنا؟ أستنتج علامة رفع المبتدأ والخبر الواو متى؟ إذا كان جمع مذكر سالم. إذا كان المبتدأ والخبر جمع مذكر سالم فإن علامة رفعهما الواو. نجي لصفحة 67. معايا أنتم؟ قاعدين تكتبوا ولا ما تكتبوا؟ ثالثا، أكمل الجدول الآتي على غرار المثال الأول ليستنتج علامة رفع المبتدأ والخبر. عندنا الجملة الاسمية أبوك رجل فاضل، المبتدأ أبوك، نوعه اسم من أسماء الخمسة، اسم من الأسماء الخمسة، علامة رفع الواو. الخبر رجل، نوعه مفرد، علامة رفع الضمة. طيب، طارق أخو عائشة، المبتدأ طارق، نوعه مفرد، علامة رفع الضمة. الخبر أخو، نوعه اسم من الأسماء الخمسة، علامة رفع الواو. حموك محب للخير، المبتدأ حموك، نوعه اسم من الأسماء الخمسة، علامة رفع الواو. الخبر محب، نوعه مفرد، علامة رفع الضمة. الجملة الخامسة، محمد ذو خلق رفيع، المبتدأ محمد، نوعه مفرد، علامة رفع الضمة. الخبر ذو، نوعه اسم من الأسماء الخمسة، علامة رفع الواو. آخر جملة، فوك ناطق بالحق، المبتدأ فوك، نوعه اسم من الأسماء الخمسة، علامة رفع الواو. الخبر ناطق، نوعه مفرد، علامة رفع الضمة. طيب، عندنا في اللغة العربية الأسماء الخمسة اللي هو أبو أخو حمو فو ذو. أبو يعني الأب، أخو يعني الأخ، حمو يعني الحمو اللي هو أقارب الزوجة، ذو يعني ذو النسب، وهكذا ذو الأخلاق، فوك يعني الفم. طيب، إيش نستنتج من الجدول؟ أستنتج علامة رفع المبتدأ والخبر الواو إذا كان أحد الأسماء الخمسة. إذا كان المبتدأ والخبر جمع مذكر سالم يكون علامة رفع الواو، وإذا كان المبتدأ والخبر أحد اسم من الأسماء الخمسة كذلك يكون علامة رفعهما الواو. أربعة، أكمل الخريطة المعرفية ليسهل علي تذكر العلامات الفرعية لرفع المبتدأ والخبر. دحين خلاصة الدرس، العلامات الفرعية لرفع المبتدأ والخبر الواو متى؟ لجمع المذكر السالم وللأسماء الخمسة، والألف متى؟ المثنى. إذن الضمة من العلامات الأصلية، الواو والألف من العلامات الفرعية. إن شاء الله إنكم فهمتوا الدرس. افتحوا لي صفحة 68. 68، أطبق واحد بالتعاون مع أفراد مجموعتي، أكون جملا من المجموعتين ألف باء، ثم أحدد المبتدأ وأذكر علامة إعرابه. طيب، ألف عندنا الكلمات القاعدة، المتصدقون، المسلمان، الحجاج، الأمهات، أخوك. باء صادق، عائدون، رحيمات، راسخة، عادلان، مثابون. طيب، دوبا نسوي جمل. أول جملة، القاعدة راسخة، علامة الإعراب الضمة، لأن القاعدة مفردة وراسخة كمان مفردة. المتصدقون مثابون، علامة الإعراب الواو، لأن كليهما جمع مذكر سالم. المسلمان عادلان، علامة الإعراب الألف، لماذا؟ لأن المبتدأ والخبر هنا مثنى. الحجاج عائدون، علامة الإعراب هنا الضمة، لماذا؟ لأن الحجاج جمع تكسير، الحجاج هنا علامة الإعراب الضمة، وعائدون علامة الإعراب الواو، عائدون جمع مذكر سالم. الأمهات رحيمات، علامة الإعراب الضمة، لماذا؟ لأن المبتدأ والخبر هنا جمع مؤنث سالم. أخوك صادق، أخوك علامة رفع الواو، لأنه اسم من الأسماء الخمسة. صادق، علامة رفع الضمة، لماذا؟ لأنه مفرد. طبعا نحن كتبنا فقط علامة إعراب المبتدأ، نحن كتبنا علامة إعراب المبتدأ لأن السؤال يقول لك ثم أحدد المبتدأ وأذكر علامة إعرابه. حطينا تحت المبتدأ القاعدة علامة إعرابه والضمة، المتصدقون علامة إعرابه والواو،
المسلمان علامة الإعراب الألف، الحجاج علامة الإعراب الضمة، الأمهات علامة الإعراب الضمة، أخوك علامة الإعراب الواو. نحن كتبنا فقط علامات الإعراب بتاع المبتدأ حسب السؤال. ثانيا، اذكر خبرا لكل من الأسماء الآتية: الكريمة، أبوك، الراكعتان، الصائمون، أخو صديقي، التائبان. نبغى دحين الكلمات اللي عندنا هنا مبتدأ، نبغى نكتب خبر. الكريمة نكتب مصانة، أبوك كريم، الراكعتان مؤدبتان، الصائمون مثابون، أخو صديقي كبير، التائبان محسنان. المبتدأ أمامك، نحن كتبنا الخبر فقط. ثلاثة، الصابر على البلاء مأجور عند ربه. أجعل المبتدأ في الجملة السابقة للمثنى المذكر ثم لجمعه، وأغير ما أراه لازما. طيب، نبغى نخليه مثنى مذكر وكمان جمع مذكر سالم. الصابر على البلاء مأجور عند ربه، المثنى إيش يصير؟ الصابران على البلاء مأجوران عند ربهما. أضفنا ألف ونون على مفرده الصابر، وكمان أضفنا ألف نون على مفرد مأجور، المفرد مأجور. طيب الحين نبغى نحوله جمع مذكر سالم، نضيف واو نون على المفرد الصابر تصير الصابرون، على زي ما هو البلاء زي ما هو، مأجور نضيف واو نون مأجورون عند ربهم. إذا ربه مثنى، ربهما، ربه جمع مذكر سالم، ربهم. واضح جدا. نجي للصفحة اللي بعده، صفحة 69. أربعة، بالتعاون مع أفراد مجموعتي أختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واكتبهما في مكانها. فراخ يقدمان الطعام إلى الفقراء. مين؟ المحسنان، عشان يقدمان مثنى، المحسنان لازم كمان يكون مثنى. فراغ متحابون جمع مذكر سالم، المؤمنون متحابون. الصادقون محبوبون جمع مذكر سالم، الصادقون محبوبون مرفوع. ذو خلق عظيم أبوك، لماذا أبوك؟ ما اخترنا أباك ولا أبيك؟ عشان أبوك هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه اسم من الأسماء الخمسة. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هنا المسلم كتبنا أخو، ما اخترنا أخا ولا أخي لأنه اسم من الأسماء الخمسة مرفوع بالواو. أعرب، نجي للإعراب دحين. واحد، أستفيد من النموذج المعرب العافون عن الناس مثابون. اسمعوا للإعراب، افهموا الإعراب. الكلمة إعرابها، إذا قلنا إذا جاء الاسم في بداية الجملة نسميه مبتدأ. العافون هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مبتدأ لأنها جاءت في بداية الكلمة، مرفوع لأن المبتدأ دائما مرفوع. دحين نبغى نذكر علامة الرفع وعلامة رفعه الواو. ليش الواو؟ نكتب السبب، لأنه جمع مذكر سالم. طيب، عن حرف جر، تعرفون حروف الجر، من إلى، عن، أنا، اللام، الباء، في. عن نكتب حرف جر، أكيد بعد حرف الجر يجينا اسم مجرور، إذا الناسي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مثابون هنا خبر، بعض الأحيان يجي الخبر في نهاية الجملة مو بعد المبتدأ على طول. مثابون خبر، وكمان الخبر مرفوع وعلامة رفعه الواو السبب لأنه جمع مذكر سالم. طيب، ثانيا، أشارك في الإعراب: الوالدان حنونان على الأبناء، حموك محب للخير. بسم الله، نكتب الكلمات الناقصة. الوالدان إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. ليش؟ لأنه مثنى. حنونان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، على حرف جر. الأبناء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الكلمة حموك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. ليش؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل. الكاف ضمير متصل ليش؟ لأنها اتصلت بالكلمة. محب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ليش محب خبر مرفوع بالضمة؟ لأنه مفرد. للخير اللام حرف جر، بعد حرف الجر يجي على طول الخير، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. انتبهوا للإعراب، افهموا الإعراب جيدا. نيجي لصفحة 70. ايش عندنا صفحة 70 يا أبطال؟ صفحة 70 عندنا أتعلم وأتسلى. واحد، بالتعاون مع أفراد مجموعتي نسابق المجموعات الأخرى عن طريق تصنيف الأسماء الآتية إلى علامة رفع أصلية وعلامة رفع فرعية. قلنا علامات الرفع الأصلية الضمة والكسرة والفتحة،
والعلامات الفرعية الواو والألف والياء. طيب الطيبون هنا فرعية، أنا كتبت فوقه فاء، فمعناته فرعية. الإحسان الضمة هنا أصلية. الشاكران الألف هنا فوق فاء فرعية. فيصل الضمة، إذا نكتب فوق ألف، ألف يعني أصلية. ذو صبر الواو هنا يعني فرعية. القلوب هنا الضمة أصلية. المصلون الواو هنا فوق فاء فصلية فرعية. القانتات الضمة أصلية. الشاهقة الضمة هنا أصلية. الموهوبان الألف فرعية. إذا فاء اختصار لكلمة فرعية، ألف اختصار لكلمة أصلية. قلنا العلامات الأصلية الفتحة والكسرة والضمة، والعلامات الفرعية الألف والواو والياء. تفكير ناقد. واحد، نجري مسابقة مع المجموعات الأخرى في الصف عن طريق مشاركة مجموعتي في أعمال التفكير الناقد في تصنيف الجمل الآتية إلى صحيحة وخاطئة مع التعليل، ثم نتبادل الإجابات مع المجموعات الأخرى ونحدد الفائز. الجمل عندنا: الطلاب مسؤولين عن المحافظة على كتبهم الدراسية. الجملة صحيحة؟ لا، خطأ. الجملة خاطئة، إذا كتبنا تحت الخاطئة واحد لأن الجملة الأولى خاطئة. إيش التعليل؟ مسؤولين، حطينا خط تحت مسؤولين. إيش الصح حقه؟ مسؤولون، لأنه خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. عرفتوا؟ هنا كتبوه بالياء، فالصحيح مسؤولون. الجملة الثانية: أخوك متميز في خلقه. هنا الجملة صحيحة، إذا كتبنا اثنين. الفتاتين حريصتان على ادخار ما بقي من مصروفهما. الخاطئة إذا كتبنا ثلاثة. إيش السبب؟ الفتاتين، لا، الصحيح الفتاتان، لأنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، المثنى يرفع بالألف، فما نكتب الفتاتين، نكتب الفتاتان. السبب زي قلنا، زي ما قلنا، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أربعة، الأمهات ملتزمات بقواعد المرور عند القيادة. إذا الجملة صحيحة، نكتب قدامها صحيحة. أربعة. آخر صفحة نأخذ لهذا اليوم صفحة 71، وبعدين نوقف. إيش عندنا صفحة 71؟ الواجب المنزلي، حلينا نصه ونصه واجب. الواجب المنزلي واحد، نحدد المبتدأ والخبر وعلامة رفعهما في الجمل الآتية. الجملة الاسمية: الصديقان متعاونان. المبتدأ الصديقان، علامة رفعه الألف. الخبر متعاونان، علامة رفعه الألف. السبب لأنهما مثنى. أخوك تارك الكذب. المبتدأ أخوك، علامة رفعه الواو. الخبر تارك، علامة رفعه الضمة الظاهرة. أخوك ليش الواو؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة. تارك ليش الضمة؟ لأنه مفرد. الساعون إلى الخير مشكورون. المبتدأ الساعون، علامة رفعه الواو. الخبر مشكورون، علامة رفعه الواو. ليش؟ لأنهما جمع مذكر سالم. العلماء مكرمون. المبتدأ العلماء، علامة رفعه الضمة الظاهرة. الخبر مكرمون، علامة رفعه الواو. ليش العلماء الضمة؟ لأنه جمع تكسير. ليش مكرمون الواو؟ لأنه جمع مذكر سالم. اثنين، أضع في كل فراغ مما يأتي مبتدأ أو خبر مناسب واذكر علامة رفعه. واحد، فراغ، ماهران، نكتب إيش؟ الصيادان ماهران. نشوف نحن المفرد والمثنى والجمع. اثنين، فراغ وأمك فاضلان، نكتب إيش؟ أبوك وأمك فاضلان. ثلاثة، المعلمون ناجحون، جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. أربعة، التاجران رابحان، مثنى مثنى. سؤال ثلاثة، اكتب عليه واجب في الكتاب. اكتب جملا مفيدة عن الأخلاق والفضائل تحتوي على مبتدأ وخبر مرفوعين بالعلامات الفرعية. يعني يكون الجمل مثنى أو جمع مذكر سالم أو بهما اسم من الأسماء الخمسة. واضح؟ الفيديو القادم إن شاء الله نبدأ من صفحة 72. لا تنسوا المذاكرة أول بأول، ولا تنسوا واجبات الكتاب، ولا تنسوا واجبات الدفتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.